السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله معانا مع المحاضرة العاشرة واللي هنتكلم فيها على داتا ستراكشر جديد اسمه تري. التري هو أول نون لينير داتا ستراكشر ندرسه. نفتكر إن اللي درسناه قبل كده مثلا زي الأراي أو الليست كان نوعها لينير داتا ستراكشر. معنى إنها لينير إن أنا علشان ألف الستراكشر ده بحتاج إن أنا أمشي عنصر بعنصر عنصر بعنصر. لما أنا بعمل فور لوب على الأراي بحتاج عشان أسيرش مثلا على أيتم بحتاج إن أنا ألف على كل العناصر لغاية ما ألاقي الأيتم ده. نفس الكلام على الليست، لما كنا بنعمل أوبريشن اسمها ترافرسال سواء هنحقق سيرش أو سايز أو ريموف أوبريشن كنت بحتاج إن أنا أعمل ترافرسال، يعني ألف على الليست عنصر بعنصر. التري لا ينطبق عليها الكلام ده. التري نون لينير داتا ستراكشر، مش لازم أمشي على كل العناصر sequence by sequence أو sequential action. التري في النيتشر أو الطبيعة بتتميز بإن ليها فروع، ليها جذور، ليها روت، ليها أوراق أو leaves. ومن هنا جه مسمى الداتا structure اللي اسمه تري، نظرا لإنه بيشبه الهيكلة بتاعة الشجرة اللي موجودة في الطبيعة. ازاي والتري بتفيدني في ايه وايه هو شغل التري داتا ستراكشر؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في المحاضره النهارده. طيب تعالى قبل ما اتكلم على تعريفات التري والستراكشر بتاع التري تعالى نشوف له اكزامبل. كلنا بنكتب دلوقتي كود ويب في ماده الويب، تمام. الكود بتاع ال HTML ده ممكن انا امثله كتري داتا ستراكشر. التري كستراكشر بستخدمه عشان اقدر اعمل هيكله دي او اوصف الهيكل بتاع شيء معين، زي مثلا الفولدرز بتاع الويندوز. انا ممكن ارتب الفولدرز في فولدر جوه فولدر جوه فولدر. طب انا عايز اوصل لفولدر مش عارف ايه، طب اتبع الباث بتاعه. التري في الداتا ستراكشر بتختلف عن التري في الطبيعه، ان التري في الداتا ستراكشر الروت بتاعها دايما ات ذا توب، الجذر بتاعها فوق، والليفز بتاعتها يعني الورق كي او ابعد حاجه في التري بتبقى ات ذا بوتوم تحت. التري بتميز في الستراكشر بان هي دايما بروبرتي من البروبرتي بتاع التري ان هي ليها باث، اقدر ان انا اعرف باث. يعني مثلا دلوقتي انا عندي هنا كود HTML، طبعا كلكم فاميليار جدا مع كود HTML. عندنا البيرنت كبير خالص الروت بتاع التري هنا اللي هو ال HTML tag. ال HTML tag ليه قلت عليه بيرنت؟ لان هو فتحته كانت في الاول وقفلته في اخر الصفحه، ضامن جواه كل التاجز بتاع الصفحه، فتلاقيه هو الروت بتاع التري. طلع منه تو تشارتس، تاج الهيد والبودي. الهيد كان جواه الميتا تاج والتايتل، اوكي، فتقول children للهيد. اتفتح واتقفل ما بين فتحته وقفلته ظهر التاجين دول. نفس الكلام على البادي، البادي لما اتفتح ظهر جواه H1 و UL و H2. ال UL جواها تاجين ال I فهما تشايلدز ليها. لو انا عايز مثلا اوصل او اسالك سؤال، وانت اكيد درست الكلام ده مثلا في الضم، لو احنا عايزين نعدل حاجه في تاج ال I ده ازاي هوصل له في باستخدام الجافا سكريبت عشان اعدل فيه؟ يقول لك ارجع للدوم تري. للدوم تري ايه الدوم تري؟ الدوم تري اللي هي بتوصف صفحه الويب، بس بعيدا يعني عن كورس الويب دلوقتي هقول لك كتري ستراكشر انا بفولو باث. دي بروبرتي مميزه للتري ستراكشر ان انا اقدر افولو باث، يعني اقدر اتبع مسار معين عشان اوصل لعنصر انا عايزه. فعايز توصل ال اي فلازم الاول هتبدا من اتش تي ام ال، وبعدين هتخبط على البادي تاكسس البادي، تخبط على اليو ال تاكسس اليو ال، ذن تاكسس ال اي اللي انت عايزها. يبقى دي خاصيه. طول ما انا ماشي دي برضو ممكن تفيدني في عمليه السيرش. انا محتاج يا جماعه تاج ال اي، طب احنا واقفين على الاتش تي ام ال، هل التاج اللي انت عايزه جوه الهيد؟ لا. طب هل هو جوه البادي؟ ايوه. اذا فولو الباس بتاع البادي. طب التاج اللي انت عايزه يتواجد جوه ال H2؟ لا. جوه ال H1؟ لا. جوه ال UL؟ تمام، يبقى فولو الباث بتاع ال UL وهكذا.
ملحوظة كمان ان كل الشولدرز بتوع التري بيبقوا اندبندنت عن بعض. بمعنى ايه اندبندنت؟ يعني انا مش عندي ال HTML ليه تو تشارتس، الهيد والبادي، الاثنين اندبندنت عن بعض، الاثنين مش هتلاقي المسار بتاعهم متداخل في بعضه. ده تشايلد هو في ذات نفسه بيرنت للتشيلدرن تانيين، وده تشايلد ال HTML هو ذات نفسه بيرنت للتشيلدرن تانيين، كل واحد واخد البوث بتاعه اندبندنت عن التاني. كمان البوث اللي بطلعها يونيك، يعني انت لو سالتني ازاي اوصل لل LI هقول لك فولو البوث، نفترض ال LI دي فولو البوث من HTML لبادي لUL لLI، انت كده البوث ده يونيك انا مش هشوفه مره تانيه. غير الباص بتاع ال LI دي، مثلا ال LI هقول لك برضه فولو ال HTML للبادي اليو ال لل LI الاولى اللي ناحيه دي، ده كمان باص يونيك. الحاجات دي لسه جاي تعرفها، لسه هنعرفها لك و هنتكلم عنها شويه كمان بالتفصيل. بس دلوقتي انا بوصل لك فكره ازاي بستخدم التري. التري بستخدمها لتوصيف structure، بستخدمه لتوصيف real problems يعني مظاهر حقيقيه في الحياه. بشوفه في الفايل ستراكشر، بشوفه في لايبراري ازاي بننظم اللايبراري ونقسم اللايبراري. ما دام الحاجه اللي انا هشتغل معاها بتعتمد على categorization، يا شباب categorization يعني ايه؟ تقسيمات. بيرنت جواه مجموعه تشايلدز، والتشايلد دون جواه مجموعه تشايلدز. الفايل سيستم بتاع الويندوز بيعتمد على نظام الفولدرز، فولدر جوه فولدرز، الفولدر جوه فولدرز، فولدرز جوه فولدرز، لغايه ما توصل للفايلز. او ده كمان بيعتمد على التري ستراكشر. اي حاجه بتعتمد على كاتيجورايزيشن التقسيمات هقدر ان انا امثلها كتري ستراكشر. تعالوا نبدا نتعرف على التري كداتا ستراكشر يا شباب. التري كداتا ستراكشر بنقول ان هي ستراكشر بيتكون اوف سيت اوف نودز and set of edges. ده تعرفها. التري عبارة عن شوية نودز وشوية edges. طب هو ايه اصلا نودز و edge؟ كل element من ال elements بتاع التري بنقول عليه في تعريفه نود. فال A دي نود، B نود، C نود. الرابط ما بين النودز وبعضيها الخط ده بنقول عليه ال edge. ال edge او الحافة، او مش الحافة يعني، ال edge اللي هو ترجمتها عربي حافة، بس يعني هنا بنقول edge يعني الخط الواصل بين اتنين نودز. النود الوحيدة اللي مش داخل لها edge هتكون اول نود في التري، ودي ليها اسم مميز اسمها root. يبقى انا بقول التري بتتكون من مجموعة نودز واصل بينها مجموعة edges، اول نود مش داخل ليها edge، مفيش edge واصل لها، فالنود دي اسمها root يعني راس التري. طيب ايه كمان؟ اي نود تانية غير الروت زي البي دي مثلا هلاقي داخل لها edge وطالع منها edge، داخل لها edge طالع منها edge، السي داخل لها edge طالع منها اتنين edge، الدي داخل لها edge طالع منها اتنين edge. فدي كلها نودز عادية جوه التري. النود اللي مش داخل ليها اي ايدج اسمها روت، راس التري. والنودز اللي مش طالع منها اي ايدج زي الاف والجي والاي والاتش اسمهم الليف نود، اسمهم الليف نود اللي هم الورق او الشجر، الورق بتاع الشجر يعني، اللي هي اخر نود في التري. كمان بيميز التري داتا ستراكشر علاقة البيرنت اند تشايلد، الأب والاب. فمثلا كل نود في التري هتلاقيها هي بيرنت وفي نفس الوقت هي تشايلد، في ما عدا الروت. الروت بيرنت لكنه مش تشايلد لحد، مش ابن لحد. والليف هو تشايلد بس مش بيرنت لحد. كمان مرة بيميز علاقة التري داتا ستراكشر علاقة البيرنت اند تشايلد. تمام، فمثلا البي دي البيرنت بتاعها هي تشايلد للاي، وهي في ذات نفسها بيرنت للدي والاي. كمان مره السي هي تشيلدرن للاي وسايبلينج للبي يعني اخت البي، في نفس الليفل مع بعض. وهي في ذات نفسها بيرنت للاف والجي. النود الوحيده اللي بتبقى بيرنت ومش
بتبقى تشايلد لحد الروت، والنودز اللي بتبقى children وما هياش parent لحد اللي هما الليفز. كمان في التري بنلاقي عندنا مفهوم اسمه الباث، والباث يعني المسار. لما اقول لك قول لي ازاي اوصل للنود اي، هتقول لي من A ل B ومن B ل D ومن D ل I. فانك قلت لي A B وبعدين B D وبعدين D I، ده كده اسمه الباث. اقولك ازاي اوصل ل الجي مثلا او الاف، من الاي للسي من السي للاف، ده الباث. فاذا الباث هو مجموعة الايدجز اللي انت محتاج تعدي عليها من عند الروت الى النوت اللي انت بتدور عليها، مجموعة الايدجز اللي انا بمشي عليها من عند الروت لغاية النوت اللي انا بدور عليها. كل الديفينيشنز دي موجودة في ملف البي دي اف، تمام؟ فتعرفها موجود في ملف البي دي اف. التري داتا ستراكشر، طب كمان خلينا نقول حاجة، الليفل ده ليفل زيرو اللي هو أول ليفل في التري. تري بتتعرف بليفلز، مستويات. الليفل زيرو اللي هو عند الروت، الليفل واحد اللي هو أول مجموعة children للروت، الليفل اتنين هيكون هو الليفل المستوى الثالث. الليفل زي بالظبط كده علاقة الأري والإندكس. الأري لو قلنا ان الاري عندنا فيها خمس عناصر، كنت بتقولي انها بتبدا من انتكس 0 واخر انتكس فيها 4. كذلك الليفل بتاع التري بيبدا من الليفل 0، تمام؟ يعني التري عندي هنا فيها كام ليفل؟ 4 ليفل، ولكن بنبدا من 0 1 2 3. التري كديتا ستراكشر يا شباب بتتكون من مجموعه من النودز مربوطه بسيت اوف ايجز. اول روت، اول نوت فيها دايما اسمها الروت. كل نوت من بعد الروت هي في ذات نفسها بيرنت للي جاي تحتها، وتشيلدرن او طفل للي فوقيها. كمان مجموعه نودز بيمثلوا علاقه بيرنت وتشايلد بنسميها السب تري. يعني مثلا عندك الدي والاتش والاي عبارة عن علاقة parent و child دي sub tree. ال B ليها children D و E و D لي H و I دي sub tree. ال C دي sub هي على بعضها الدايرة دي كده بنقول عليها sub tree. كمان احنا قلنا على ال levels، خلينا نقول ان في حاجة اسمها height او ارتفاع tree. و ال height يعني انا ما بقولش الليفل بتاع tree، انا بقول ال height، وال height هو الماكسيموم ليفل بتاع tree. فال height بتاع tree دي مثلا 3. كده احنا اتعرفنا على التري داتا ستراكشر شكله بيبقى عامل ازاي. تعالى نتعرف على لو انا عايز اعمل له امبلمنتيشن. خليني كمان قبل ما ابدا الامبلمنتيشن اقول لك حاجه مهمه. في عندنا التري اللي هي بتبقى مكونه كبيرنت ليها اي عدد من الشيلدرن، بس لو قلنا التري اللي معايا دلوقتي على الصوره كل بيرنت ليه ماكسيمم 2 شيلدرن بس، ليه طفلين. انا ممكن يكون عندي تري ليها اي عدد زي كده التري اللي هستخدمها عشان امثل كود اتش تي ام ال. فحسب مثلا انا عندي كود الاتش تي ام ال تاج البودي جواه مش عارف تاج اتش 1 وتاج اتش 2 وتاج باراجراف، الباراجراف مش عارف جواه تيبل وهكذا. ده بتبقى شكل التري العاديه. انما لو قلت ان التري بتاعي توصيفها بيقول ان البيرنت ليه بحد اقصى 2 شيلدرن، فالتري دي لها اسم كمان اسمها باينري تري. ان البيرنت الواحد ليه ماكسيمم 2 شيلدرن، كل بيرنت في التري ليه ماكسيمم 2 شيلدرن. مش هلاقي اي بيرنت في التري بتاعي في اكتر من 2 شيلدرن، فالتري دي هيبقى اسمها الباينري تري. ودي اللي في العاده احنا بنعملها امبلمنتيشن لان هي اسهل. دايما بيبقى عندي الليفت والرايت، الليفت والرايت وبس. التري عندنا كابستراكت تايب سهل، اللي هو مفيش كتير functions، مفيش كتير methods مفروض بيقدمها. مفروض ان يكون عندي method هدفها binary tree، هدفها انها initialize او تعمل constructor to create tree value. عندي ده اللي اقدر ان انا استرجع بيها left child لأي node. يعني مثلا بقول a.get left child هيجيب لي كل ده.
get right child دي النود. set root value اللي هو بحط قيمة الروت. set root value بس بس ايه ده؟ يعني انا مش هست النود دي فاليو، هست النود دي فاليو، هست النود دي فاليو، لا، ما هي كل نود بعد الروت اتفقنا ان هي ذات نفسها parent وchild اللي بعديها، فانا ممكن اعتبرها parent او root بتاع السب تري دي، زي ما هنشوف كمان شويه في الامبلمنتيشن. فست روت فاليو هي بتحط قيمه الروت ال a b c الاليمنتس 1 2 3 الارقام نفسها. insert left برضه زي set في get root value عشان اعرف قيمه النود كام. insert left علشان اضيف نود في اتجاه الليفت، انا موضحها لك هنا النود بمستطيل الاليمنت، وان ليها تو ريفرنسز ليفت ورايت. لو تفتكر من الليست احنا كنا الليست النود بيبقى فيها ريفرنس للنكست ده السنجل والدبل نكست اند بريفيوس. احنا هنا بنقول النود الواحده في التري فيها تو ريفرنسز ليفت علشان اريفر للليفت تشايلد، ورايت علشان اريفر او اشاور على الرايت تشايلد. يبقى انا عندي باينري تري انيشاليز تري، جيت ليفت تشايلد عشان اجيب السب تري اللي في اتجاه الشمال، جيت رايت تشايلد عشان اجيب السب تري في اتجاه الرايت. سيت روت فاليو بتحط قيمه النود، جيت روت فاليو بتجيب قيمه النود كام. انسرت ليفت علشان اضيف تري او سب تري او نود في اتجاه الليفت، انسرت رايت علشان اضيف في اتجاه الرايت. نبدا اول حاجه في الامبلمنتيشن بتاعنا زي ما عملنا قبل كده يا شباب، مجرد هنعمل كلاس في البايثون. طب احنا في المره دي مش محتاجين نعمل كلاس خاصه بالنود بتاع التري؟ لا، ما احناش محتاجين. احنا واحنا بنعمل انيشاليزيشن هنعمل الشكل او الاستراكشر الاساسي للتري، ان التري بتاعتنا مكونه من الروت واكسبكتد ان ليها ليفت تشايلد ورايت تشايلد، بس هو ده الكونستراكتور. هنحط الليفت تشايلد تو نان، ومعنى ان تو نان ان هو لسه مش موجود، والرايت تشايلد بارت تو نان، او هسيت الرايت تشايلد نان. كلمه نان معناها انه لسه مش موجود. هيبقى موجود امتى؟ لما نعمل انسرت. بس انا مبدئيا بقوله في الانيشاليزر انت بتعمل امتي تري، تري فاضيه مكونه من الكي اللي هو الروت، تمام؟ طب الروت ده هيجي لي ازاي؟ هيتباصى لداله الانيشاليزر، فالقيمه اللي هتتباصى للروت هنا هتبقى، او النوت اللي هتتباصى، العنصر اللي هيتباصى از روت هو اللي هيتعمل ان هو الكي. هعرف متغير اسمه سيلف او ليفت تشايلد، وهعرف متغير اسمه رايت تشايلد، بيميزه الجزء اللي على الشمال والجزء اللي على اليمين، او النودز اللي على الشمال وعلى اليمين من التري. وباني عامله لهم القيمه بتاعتهم تساوي نان، يبقى ده معناه ان لسه ما فيش لا ليفت ولا رايت، بس عرفته. تعال بقى نبدا ننسرت في اتجاه معين، ودايما الانسرشن بيبدا من اتجاه الليفت. دايما insertion يعني لو عندي باينري تري كده او اي نود وهبدا اضيف، ببدا اول اضافه في اتجاه الليفت، ده الديفولت. طيب نبدا نضيف في اتجاه، بس اريز كده عشان السلايد تبقى فاضيه. داله insert left، الداله دي بتضيف في اتجاه الشمال من اي نود. بتاخد ايه من الداله؟ اول حاجه بتاخدها النود اللي هي عايزه تضيفها. فانا معايا نود اهي وعايزه اضيفها على التري دي. نفترض مثلا ان انا عايزه اضيفها تحت النود دي. طيب بالنسبه للنيو نود بتاعنا ازاي هنضيفها؟ عندك حالتين. اول حاله ان النود اللي انت هتضيف تحتيها ملهاش اصلا ليفت تشايلد. انسرت ليفت بتضيف في اتجاه ليفت، مفيش عندي هنا اضافه في اتجاه رايت. انسرت ليفت يعني بتضيف في اتجاه ليفت. فاول حاله بتقول ان النود دي اصلا ملهاش حد تحتيها، مفيش اي تشيلدرن. طيب الاضافه هنا بسيطه جدا، بقول لو كان فعلا الليفت تشايلد بتاعي بيساوي نان، اوكي مفيش. في الحاله دي لو كان الليفت تشايلد بتاعي بيساوي نان، يبقى انا لسه مفيش تحتي حد. خلي الليفت تشايلد بتاعي باينري تري جديده، احنا قلنا ان كل نود تحتيها سب تري، فبقول له حط باينري تري جديده، يعني اضيف دون، ضيف النيو نود على ان هي باينري تري جديده باستخدام النيو نود دي.
نقولها كمان مرة، نقولها كمان مرة، نمسح كده. نفترض معانا باينري تري مكريتين لسه ملهاش اي تشايلدز، تمام، وجبنا نيو نود عايزين نضيفها على 3 دي. هقول لك الاول اكزامن، شوف النود اللي انت هتضيف تحتيها هل تحتيها ليفت تشايلد. اول حاله بتقول طب نفترض ان هي مش تحتيها اي ليفت تشايلد، ازاي هضيف النود دي كليفت تشايلد؟ احنا قلنا ان اي نود بيجي الجزء اللي تحتيها بنسميه سب تري ليها، يبقى انا بضيف النود الجديده كباينري تري، بقول له ضيف نيو نود كباينري تري، بس كده الاضافه، كده الاضافه اه هي بدايه شجره جديده تحت الشجره القديمه، تحت النود القديمه. طيب الحاله الثانيه، الحاله الثانيه بتقول طب لو اصلا النود اللي انا هضيف تحتها عندها ليفت تشارت، يعني انت عايز تضيف تحت النود دي برضو، بس ايه ده تحاصل ان تحت النود دي في اصلا ليفت، اه يبقى انا في الحاله دي هعمل ايه؟ في الحاله دي هسالك، حضرتك قلت انك عايز تضيف تحت النود دي، يبقى لازم تنزل الابن بتاعها 1 ليفل، لازم الابن بتاعها ينزل 1 ليفل. طب نمسح كده السبوره عشان ايه نعيد تاني. نقول ان انا معايا نيو نود عايز تضيفها فين يا فندم؟ عايز اضيفها كليفت تشايلد للنود دي. طب النود دي تحتيها ليفت اصلا، نعمل فيه ايه؟ الليفت دون هينزل مستوى، هو ده اللي بتقوله الالس. بتقول الالس ايه؟ بتقول والله لو حضرتك عندك ان التري تحتيها ليفت تشايلد، فهتروح تاخد النيو نود تعملها باينري تري وليكن اسمها تي، والليفت تشايلد بتاع التي دون هيكون الليفت تشايلد سيلف دوت ليفت تشايلد، يعني الليفت تشايلد القديم اللي هو النود دي، يبقى دي هتاخدها هنا وتعملها الليفت تشايلد ليها، هتنزلها ليفل تحت وتعدل النود اللي انت كنت هتضيف بقى تحتيها، النود الجديده تبقى ليفت تشايلد ليها. يبقى في الاخر انتهينا بان التري عندي زادت زادت ليفل كمان مرة. الالس بتقول ايه؟ بتقول ده الشكل القديم بتاع حضرتك، نفترض عندنا الروت اهو وتحتيه نوت في اتجاه الليفت، وانت عندك نيو نوت عايز تضيفها تحت الار، هتعمل ايه؟ هتقول الان هتعملها هي التري تي، وتضيف ليفت ليها النوت القديمة دي اللي هي الال، وبعدين تضيف السب تري دي كلها كليفت تشايلد للار دي، يبقى ما عادش الايه اللينك ده موجود، تبقى تري في الاخر شكلها معايا هي عباره عن الار تحتيها الان الجديده تحتيها الال. خد بالك من الـ انت لو فهمت دي خلاص يبقى انت تمام، هتشتغل الانسرت رايت بسهوله. تعالى انسرت رايت معايا نود ان وعايز انزلها تحت الار، الار دي هل ليها رايت تشايلد؟ تمام، حتى لو ليها ليفت مش مشكله، هل ليها رايت تشايلد؟ لا، ما دام ملهاش، لو الرايت تشايلد بتاعها بيساوي نون، يبقى اعمل بالان دي سب تري جديده وضيفها في اتجاه الرايت. دي سهلة. نيجي الكيس التانية، طيب لو هي اصلا ليها رايت شايلد، يعني انا معايا النوت الجديدة بس انا عندي في اتجاه الرايت كان في رايت شايلد، هتعمل ايه؟ هتاخد الان دي وتعمل بيها باينري تري تسميها تي، تمام، فياخد الان اعمل بيها باينري تري اسميها تي، والدي دي اضيف الرايت شايلد بتاعها هو الار القديمه دي، وبعدين الغي الرايت شايلد القديم واخليه هو الباينري تري. يبقى الصوره النهائيه ان هيبقى عندي النوت اللي انا هضيف تحتيها، تحتيها الان الجديده والرايت شايلد بتاعها الار القديم.
الكلاس بتاعت التري، مفيش اكتر من كده يا فندم. عملت كونستراكتور، عملت طريقه الانسرت في اتجاه الليفت، طريقه الانسرت في اتجاه الرايت، خلص الاستراكشر بتاع التري. اللي فاضل دول شويه الاكسسوار ميثودز، يعني لو انا عايز اتعرف على الرايت، انا في اي مكان في التري وعايز اجيب اللي موجودين في اتجاه الرايت، عملت جيت رايت تشايلد بت ريتيرن السيلف تو رايت تشايلد. السيلف اللي هي التري اللي انا واقف فيها، هات الرايت تشايلد بتاعها. خد بالك من نقطه هنا، نفترض ان التري بتاعنا حلوه كده وكبيره بالمنظر ده، لو انا واقف هنا هات الرايت ده، لو انا واقف هنا يبقى الرايت ده، يعني في كل مكان انا واقف فيه بيجيب الرايت بتاعه. نفس الكلام على جيت ليفت، السيت روت فاليو اللي بتحط القيمه بقى في الروت، الروت اللي هي مين، لو انا واقف هنا دي الروت، مش انا كل نود جديده بضيفها كسب تري، فاذا ان هي سب تري يبقى ليها الروت بتاعها، فممكن اكون واقف هنا فسيت الروت فاليو هتحط القيمه هنا ايه مثلا، ممكن اكون واقف هنا فالست روت فاليو تحط القيمه هنا، ممكن اكون واقف هنا فتحط الروت فاليو القيمه دي، واكيد زي ما في ست في جيت للروت فاليو. كده الكلاسه بتاعتنا خلصت يا شباب، وممكن يعني انا خلصت البلوكه بتاع الكلاسه، يا اما اعملها امبورت في فايل تاني، يا اما في نفس الفايل بعد ما خلصنا بلوكه الكلاسه عملت تيست هنا وعرفت في اول سطر هنا لو سمحت عرف لي باينري دي تري جديده تمام، ايه اسمها او فيها element ايه. جيت في السطر بعد قلت له لو سمحت جيت الروت فاليو، فرد تحت اهو في الترمينال الروت فاليو بايه. طب جيت الليفت تشايلد، هل هي ليها ليفت تشايلد؟ لا، الليفت تشايلد احنا قلنا في الانيشاليزر كونستراكتور، ارجع كام سلايد ورا، الكونستراكتور بيبدا بان الليفت بنان والرايت بنان. طب قلت له فهو رد هنا فعلا بنان، هو شاطر. طب انسرت الليفت بي، هيبدا يشوف هل ايه ليها ليفت، لا يبقى على طول الانسرت هنا مباشر انسرت البي. جيت في السطر بعد قلت له طب جيت برنت جيت الليفت تشايلد، ف جيت ليفت تشايلد، خد بالك ان هي بترجع سب تري اوكي، فهي رجعت هنا حاجه مهمه قوي، رجعت تري اوبجكت. جيت ليفت تشايلد بتقول ايه، تالت الجيت في السلايد اللي فاتت بتقول ريتيرن سيلف دوت ليفت تشايلد، سيلف دوت ليفت تشايلد، ما هو الليفت تشايلد عباره عن سب تري، فهي رجعت باينري تري اوبجكت، فهي كده صح. طب انا عايز اعرف يعني هو اسمه ايه، اسمه ايه بقى، اسمه بي. بي دي هتطبع ازاي؟ السطر اللي بعده قلت له جيت ليفت دوت جيت روت فاليو، يعني احنا عندنا ده اسمها روت فاليو بترجع بقى القيمه كام، ففعلا طبع لي بي. انسرت رايت سي، هيبص هل انا هنا دلوقتي في يا فندم تحت الاي رايت، لا يبقى يضيف السي. جيت الرايت كمان مره رجع باينري تري اوبجكت. طب عايز اسمه، جيت رايت دوت جيت روت فاليو، رجع السي. سيت روت فاليو الهالو، اتمسحت الاي وبقت سوري قبل سيت روت فاليو، معلش قبل سيت روت فاليو اللي انا عندي هنا عشان بس الصوره ما تتلخبطش، هي اي بي وسي كده تمام. السطر هنا بيقول الاول روت تو جيت رايت تشايلد، ادي الروت اهو جيت رايت تشايلد، بقينا واقفين على السي. دوت سيت روت فاليو هالو، يبقى السي اتمسحت واتحط مكانها كلمه هالو، يبقى دلوقتي التري بتاعي مكونه من اي بي وي هالو. ده كده اسمه تريسنج للكود، انا عامل الكود ورسمته لك على بالرسمه خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل. خلصت كده استراكشر التري يا شباب، التري ما فيهاش كاستراكشر اكتر من انك بتعرف في الكونستراكتور ازاي تضيف في اتجاه الليفت وازاي تضيف في اتجاه الرايت وتسترجع القيم تاني. نيجي على نقطه مهمه جدا في التري، التري بتتعمل عشان اعرف الفها، لما بيكون معاك اري بتعرف تلف عليها فور لوب، لما يكون معاك لسته بتعرف تلف عليها سيكوينشلي، انك تعدي element by element، او تعمل بنقف عند الهيد وبعرف كرنت وكرنت بيساوي كرنت نيكست، واقعد الف العنصر بعنصر. الستاك والكيو قلنا ما ينفعش يتلفوا، مش معمولين عشان يتعمل عليهم لوب. التري نلفها ازاي؟ ترافيرس التري، يعني ازاي اقرا التري من اولها لاخرها. التري نظرا ان هي مش لينير ستراكشر، نون لينير، ففي ثلاث طرق لقراءتها، بري اوردر، ان اوردر، بوست اوردر. الثلاث طرق بيبداوا من مكان مختلف،
بس بيقرأوا التري كاملة، يعني في طريقة بتبدأ من الروت وتنتهي ثم الشمال ثم اليمين. في طريقة مقص التري متقسمة 3 حتت، ليفت رايت وروت، ليفت رايت وروت. في حد يبدأ من الليفت، يقرأ الليفت الأول ثم الروت ثم الرايت. في طريقة تقرأ الروت الأول وبعدين الليفت وبعدين الرايت. في طريقة تقرأ الرايت الأول وبعدين الروت وبعدين الليفت. فبناء على الطريقة بيختلف ترتيب العناصر الراجعة ازاي، وبناء على الابليكيشن بتاعك بتختار طريقة قراءة التري بتاعتك. تعالى نبدأ نشوف كل طريقة والامبلمنتيشن بتاعها. تعالى شوف معايا كده الترافيرسال ان اكشن، يعني بالتجربة. عندنا بري اوردر، ان اوردر، بوست اوردر. الثلاث حالات بيقرأوا التري كاملة، يعني التري ديت الحروف من A لغاية J بيقرأوا كلهم في الثلاث حالات. بس بداية القراءة وبناخد منين لفين هي اللي بتختلف. فمثلا طريقة البري اوردر بتقول ان احنا بنبدأ من الروت، بعدين نقرأ الليفت، بعدين نقرأ الرايت. الان اوردر بيقول بتبدأ الأول بالليفت، بعدين الروت، وبعدين الرايت. بوست اوردر اكيد اتفهمت، هتبدأ الأول بالرايت وبعدين الروت وبعدين الليفت. بس خليني اوضح لك حاجة صغيرة قبل ما ابدأ. كمان كل سب تري بتقرأ بنفس الطريقة، يعني انا اخترت بري اوردر معناها ببدأ بالروت وبعدين الليفت وبعدين الرايت. لما اوصل للسب تري هقرأها بنفس الطريقة، اقرأ الروت بتاعها الاول وبعدين الليفت وبعدين الرايت. تعالى معايا في طريقة البري اوردر، نبدأ كده الاول معايا التري كلها، اقرأ بالبري اوردر فابدأ بالروت، فاول حاجة اقرأها تبقى الايه، بعدين اتنقل على الليفت سب تري بتاعتها. امسك البنة اسهل، يبقى طريقة البري اوردر اول حاجة قرأتها الايه، بعدين خدت الليفت سب تري كلها ابدأ بمين، اطبق على الليفت سب تري دي، اجي على الليفت سب تري كمان مرة واعمل ايه، واطبق بري اوردر كمان مرة. بري اوردر بيقول اول حاجة تقرأها الروت، يبقى قرأت البي. خد بالك الاجابة تحت اهي، ايه بي، اقرأ الروت الاول ثم الليفت. الليفت عبارة عن سب تري تانية، اقرأ الروت بتاعها برضو دي، قرأت الدي. اقرأ الليفت بتاعها اتش، هل اتش ده سب تري؟ لا، تاليف نوت، يبقى خلاص مفيش. اروح اتنقل واقرأ الرايت بتاعها، ما هي روت ليفت رايت، يبقى انا كده قرأت السب تري دي. ارجع خطوة لورا، احنا كنا قرأنا روت بي وقرأنا الليفت اللي هي السب تري دي و اتش و اي، يبقى فاضل نقرأ الرايت اي. ارجع خطوة لورا، احنا كنا قرأنا الروت اي وقرأنا الليفت بتاعها، اخد الرايت بتاعها اللي هي كل دي السب تري. ابدأ بالروت سي ليفت اف، اف دي سب تري؟ لا يا فندم، اف دي ليف نود، خلاص يبقى اتنقل على الرايت. قرأت الجي، لا ده جي دي سب تري بقى، يبقى هقرأها كلها، اخد الروت الاول ادي الجي وبعدين ليفت جي ومفيش رايت. كده خلصنا البري اوردر. تعالى الطريقة التانية، يبقى الطريقة التانية والتالتة هتبقى سهلة بالنسبة لك لو انت خلاص فهمت البري اوردر. ما فهمتش البري اوردر عيد معايا في الان اوردر. هي الفكرة ايه؟ ان الترافيرسر شغال ريكيرسيف، تمام؟ يعني بقرأ جزء وبرجع عيد بشكل ريكيرسيف على السب تري. تعالى معايا عشان ما لخبطكش في الان اوردر. الان اوردر بتقول الاول بتقرأ ال اسمه ايه، الليفت، وبعدين الروت، وبعدين الرايت. هي على فكره خد بالك كلمه البريفكس اللي قبل كلمه اوردر، بري او ان او بوست، الكلمات دي بتكلم الروت. يعني بري اوردر بتقول الروت الاول وبعدين الليفت وبعدين الرايت، ان اوردر معناها الروت موجود في النص، يعني اول بتقرا الشمال وبعدين الروت وبعدين اليمين. بوست اوردر معناها الروت اخر حاجة، يعني الاول بنقرأ الشمال وبعدين اليمين وبعدين الروت اخر حاجة. المهم تعالى دلوقتي اطبق ان اوردر ترافيرس.
in order to reverse هتعمل ايه يا شباب؟ الاول بتقول اقرا الليفت، يبقى ابدا من اقصى الشمال، من اقصى الشمال بتاع التري اللي هو الاول. انا عندي الليفت، الليفت اللي هو ده كله الليفت بتاع الروت بتاعي ايه، الروت ايه هو الشمال بتاعه، الليفت بتاعه كل السب تري دي. طيب اروح للسب تري ديت الاقي الروت بتاعها بي، مين الشمال بتاعها؟ السب تري دي و اتش و ار. اروح للليفت دون الاقي الروت بتاعها دي، مين الشمال بتاعها؟ اتش. طب اتش دي سب تري؟ لا تليف نوت، يبقى اول حاجه هتقرا الاتش، وبعدين الروت بتاعها دي، وبعدين الليفت رايت سوري بتاعها اي، اي دي سب تري؟ لا ما كانتش سب تري، تليف. نرجع خطوه لورا، ارجع للبي اللي انا كنت سايبها، انا قرات الشمال بتاعها كامل، اه قرات الشمال بتاعها كله، يبقى اروح اقرا الروت بي وبعدين الرايت بتاعها اي، اي دي سب تري؟ لا تليف نوت، يبقى قراتها وانتهى. ارجع بقى للروت بتاعنا، احنا كده قرانا الشمال بتاعه كله، نقرا الروت ايه، يبقى انا ماشي بالترتيب اهو، اروح على الرايت اقرا الرايت كله، اجي ابص على الرايت اطبق في ان اوردر، ان اوردر بيقول اقرا الشمال الاول، يبقى الروت سي ده وانا ابص على الشمال بتاعه، يبقى اول حاجه اقراها الاف، الاف دي سب تري؟ لا، يبقى اف كتبناها. اطلع اقرا الروت سي وبعدين الرايت، الرايت دي سب تري، اروح اقرا الشمال الاول جي وبعدين اطلع اقرا الروت جي وملهاش رايت. تعالى طبق معايا بوست اوردر، بوست اوردر بتقول ايه؟ بتقول الاول تقرا الشمال ثم اليمين ثم الروت، يبقى اخر حاجه نقراها هو الاي. يبقى تعالى الاي ده الشمال بتاعها اللي هو كمان مره الليفت بتاعها اللي هو السب تري دي كلها، اجي اطبق فيها بوست اوردر، بتقول اقرا الشمال الاول، الشمال بتاع البي اللي هو كل السب تري دي، اطبق فيها بوست اوردر، اشوف الشمال بتاع الدي، ادي الاتش قراناها، وبعدين اليمين اي، بص على الترتيب تحت عشان تبقى ماشي معايا، ودي الروت بتاع السب تري. اطلع خطوه لفوق، اديني كده قرات الليفت بتاع البي، يبقى اقرا اليمين بتاعها اللي هو اي وبعدين قرات البي. اطلع خطوه لفوق، اديني قرات كده الليفت كله بتاع الاي، اروح اقرا الرايت الاول، ما قراتش لسه الروت، اخد الشمال الاول السي سوري السي دي الروت بتاعي هنا، الشمال بتاعها اللي هو اف، وده مش سب تري، فاديني قرات الاف، بعدين اروح اقرا الرايت ده سب تري، اقرا الشمال بتاعها الاول اللي هو جي، وبعدين اطلع اشوف الرايت بتاعها مفيش رايت، يبقى اطلع اقرا الروت جي، وبعدين كده يبقى انا قرات الرايت كله، اقرا الروت بتاعها سي، وكده يبقى انا قرات الليفت والرايت بتوع الاي، فقرات الاي الاي، وادي الترتيب تحت. دول كده الثلاث قراءات بتوع او الثلاث طرق لترافيرسال التري، جربتهم لك تريسنج على رسمه، تعالى نعملهم امبلمنتيشن بالكود. امبلمنت الترافيرسال في الكود من اسهل ما يكون، لان انت ببساطه ما عندكش كود يتكتب. اصل الترافيرسال عشان يتم زي ما احنا كده كنا ماشيين على رسمه، انا بطبق ريكيرجن، عمليه ريكيرجن، الداله بتعيد نفسها، يعني انا مثلا لو بطبق الطريقه بتاعت البري اوردر، فالبري اوردر بتقول ايه؟ بتقول الروت الاول مش كده؟ وبعدين بتاخد السب تري اللي في اتجاه الشمال تطبق عليها كمان مره بري اوردر، وبعدين تاخد اللي في اتجاه وتطبق عليها كمان مره بري اوردر، وهكذا. فالعمليه كلها ترافرسال، سواء كانت بري اوردر او ان اوردر او بوست اوردر. فيبقى الكود نفسه ما فيش حاجه غير انك بتروح تقرا الثالث البري اوردر مثلا، دول ثلاث دول في الكلاسه، لو كان السيلف توت ليفت تشايلد، السطر ده معناه ايه يا شباب؟ يعني لو كان في عندي ليفت تشايلد، روح طبق على ليفت تشايلد بري اوردر. لو انت واقف دلوقتي على رايت تشايلد، روح طبق على رايت تشايلد بري اوردر. بس هي دي كل اللي انا بعمله في الكود. تعالى نقرا الكود كده برضو كمان مره. تالت بري اوردر اول حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل برنت للسيلف توت كي،
يعني للبيرنت اول حاجه احنا قلنا في البري اوردر ايه، اول حاجه نطبع الروت، نكتب الروت، وبعدين اروح على الشمال اطبق عليه الداله تعيد نفسها، فتروح تطبع الروت وتروح على الشمال الداله تعيد نفسها وهكذا لغايه ما تخلص كل اللفت، تروح على الرايت وتطبق عليه بري اوردر. نفس الكلام على الان اوردر، بس الفرق ايه؟ اني مش ببدا بالقراءه، انا ببدا الاول بالشمال اطبق عليه ان اوردر، وبعد ما اخلص الشمال كله اقرا الروت، وبعدين اخد اليمين اطبق عليه ان اوردر. البوست اوردر اول حاجه بتاخد الليفت رايت، سوري الليفت تشايلد طبق عليه البوست اوردر، وبعدين الرايت طبق عليه بوست اوردر، وبعدين في الاخر تكتب الروت. فالداله ما فيهاش بقى ايه يعني، بصراحه ما فيهاش شرح، هي ريكيرجن. الداله بتستدعي نفسها على اتجاه الشمال واتجاه الرايت، والحاجه بتتغير، بس لاحظ الحاجه بتتغير امتى بستدعي داله البرنت. في البري اوردر هي بتبقى اول حاجه ان انا بطبع قيمه الروت، في الان اوردر بتبقى اللي في النص، وفي البري اوردر وفي البوست اوردر بتبقى اخر حاجه ان اطبع قيمه الروت. بكده نكون خلصنا المحاضره بتاعنا النهارده او شرح شابتر 3. اتمنى يكون ان هو سهل، هو اكيد اسهل من اللي فاته لان هو الشغل فيه هين، مجرد ان احنا عرفنا الابستراكت داتا تايب وازاي عملنا له امبلمنت، وتعرفنا على اهم حاجه بنعملها في التري الا وهي الترافيرسال. لو في اي استفسار يا شباب مرحب تعرفوني السؤال بتاعكم. شكرا، السلام عليكم.